ايه ده؟ فين استاذ اكرم ده؟ يا نهار ابيض، ده المحل قافل، المحل قافل. ده قافل ليه ده؟ حبيبي وحشتني، عامل ايه؟ انت كويس؟ ينفع اتفضل اقعد؟ اتفضل حبيبي، ربنا يخليك. مش مفتوح ليه؟ هو باب شقه. مش مفتوح ليه؟ ايه هو اللي مش مفتوح؟ عايزين نصلح دي، عايزين نصلح دي. ايه دي اللي بنصلحها؟ انت شايف ايه؟ ليه دي؟ ما تقول لي انت. ايه ده؟ انت راجل فاهم. لا انا مش فاهم. لا قول دي ايه؟ ايه دي؟ بتضرب في الوش. ده مدفع. مدفع يا حبيبي. صلحهولي. لا صلحهولي. اصلح ايه يا عم؟ بعد اذنك صلح لنا ده. بقول لك اهو عشان ما نزعلش. يا نهار ابيض، شفت البتاع وقع؟ طب ينفع يعني؟ يا ابن ارحمنا. معلش نخليه هنا عشان ما نمسكش في بعض. امين العظيم يا رب. عايز ايه لؤي؟ عايزين نشتغل. عايزين انت مقفول ليه؟ بتخبط على مين؟ مقفول ليه؟ لؤي بتخبط على مين يا جدع؟ مقفول ليه يا عم؟ ده احنا اصحاب حبيبي. ده مقفول ليه؟ اجازه، احنا مأجزين. طب بقول لك ايه؟ نعم. المنفخ ده عايزين ننفخ بيه واحد اللي هو اسمه اكرم. صلحولي يا باشا. لا صلحولي انت حبيبي. اهو نجرب فيه. اهو ما هو مش شغال. بايظ يا حبيبي، بايظ. لا بايظ يا بابا. اهو اهو بويز، عايزين نصلحه بعد اذنك. عايزين نصلحه بتاع الكمبيوتر. عيب يا بابا، مش انت بتاع لابات؟ ما هو ده لاب برضه. ده لاب، انا مسميه لاب. انت مسميه لاب؟ مسميه لاب. الله يا جدع، ده احنا قرعي زي بعض. يا لؤي ابعد عني. يا لؤي الله يرضيك، الدنيا حر والواحد متضايق. طب اعمل لي كوبايه شاي. اتفضل. انا اعيد لك. لا يا عم انا اعيد لك حبيبي. لا بقول لك اعمل لي واحده وانا اشرب من بقك. ليه؟ انت بقك حلو. يا حبيبي بس يا بابا، بس انا تعبت منك. طب بعد اذنك عايزين نعمل المنفخ. المنفخ احنا النهارده اجازه. عايزين نعمل المنفخ بعد العيد. يعني ايه اجازه يعني؟ بعد العيد. يا جدع ده شغل ليك، مصلحه. اي خلي ايدك. ما ينفعش، ما ينفعش تقول على مصلحه. لا عشان ما نزعلش من بعض الناس. يا لؤي احنا قافلين. عيب. قافلين يا لؤي؟ عيب. الراجل ده عمال يضحك ليه؟ ازيك عامل ايه؟ مش راضي يصلح المنفخ. معرفش. قول له صلح المنفاخ. ايه يا احمد؟ قول له يا حبيبي بس. خلاص صلح المنفاخ. صلحوله. ايه؟ صلحوله. ينفع؟ بص دخله عنده الفرن وهو يصلحه. فرنه؟ بتاع فرنه ايه ده؟ عنده فينو. خش يا فينو. فين ودخله له فينو؟ فينو فين يا حبيبي؟ فينو جوه. لا ما فينوش. لا فينو جوه. فينو حبيبي فينو قلبي الله يعين. قول اسمعي على الهوا في كل الباع. يا حبيبي بس، يا حبيبي فرجت علينا الناس. عايزين المنفاخ يا عم. انفخ بس يا بنو. تعالى يا استاذ. يا استاذ حبيبي. قول يا سلام. شفت الناس حلوه ازاي؟ لا الله. مساء الخير. ازاي؟ اعمل لنا شو جوه؟ اعمل لكم شو؟ طب لما يعمل لنا المنفاخ. قول له يعمل المنفخ. يعمل منفخ يا عم يوسف اللي عملها. يا عم قول له يا عم يوسف عشان خاطر عم يوسف. يتنفخ؟ انت عايز؟ طب بعد اذنك. والله انا منفخك. عايزين المنفخ عم اكرم. المنفخ عم اكرم عشان ما عملهاش معاك عم اكرم. يا عم انا قاعد عليه. ايه؟ مالكش عندي حاجه. لا انت جايب صحابك كده. انت جيت في حته غرقانه. اعمل لي محضر في الاسم. هي دي المنطقه بتاعتكم؟ بس انا ما بخافش. وانا مش هخرجك من هنا. انا عندي شويه دباديب ممكن تتحط في علبه وتتقدم هديه. طب والمنفاخ؟ يبقى اخرك هديه. والمنفاخ؟ المنفاخ ده انا هنضفك بيه. يعني انا هشغله وهنفضك بيه. ازيك عامل ايه؟ يلا ايه ده، الناس كلها اصحابك ولا ايه؟ الناس اصحابي وانت كمان. هاتي منفاخ. انت تبعنا اكرم مش غريب. حبيبي حبيبي. قول كده. قول اهو يا عم. الراجل حلو. الراجل حلو. يا عم شغل لنا ده. افتح لنا ده بدل ما اخلفها عليك. ما تخبطش على الباب عشان ما تعملناش فيش عشان الناس. خلاص ماشي. انت راجل زي. خلاص اشرب الشاي وانا هستنيك. استناني تعمل ايه؟ هستناك عشان تعملي دي. الله لو ايه عشان خاطري يا عم. احنا اجازه يا عم. منفاخ ده؟ منفاخ من الناس. سياح النهارده. عيد. عايزين نعيد. سيبنا نعيد. ده لو ايه. ازيك كرسان؟ طيبين كرسان. طيب كرسان. هتلف. لا لا خلاص خلاص. اخاف. ده ايه ده؟ بيتحدف علينا صواريخ. في صاروخ اهو. ضحكت عليك. هاي ازيكم؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب. كل سنه. مين ده؟ حسن. لا بلاش حسن حبيبي. ايه ده؟ لا لا يا عم شكلنا هنخاف كده. اسمك كريم. ماشي. ايه يا عم حبيب لولو؟ تعال سنة. حاسب كده، حاسب كده. اسمك ايه؟ اسمي حسن. لولو. قول. يا سلام عليك يا حسن. يعني انت دوخنا وراك ده. انا بحبك.
ما انت بقالي ثلاث ايام بدور عليك. كل سنه وانت طيب بس لقيتني. ثالث مره تيجي الشرابيه وما تجيليش. انا اسف، انا باجي لعم اكرم ما بيصلحليش حاجه. باشا انت المفروض تيجي تسال عليا. هسال عليك. وبعت لك على الفيس اسمي حسن سباق، وعايز اقول لك على نقطه صغيره. ايه قول. بالك كلها بتقول اه وانت بتقول لا. انا بقول اه. طب قول له كده اه. بس انت قرع عليه، ما فيش شعر هنا. ما قربت اطلع. قربت هنا. بطوطه فين؟ بطوطه حامل في البيت، هتتجوز خلاص. تتجوز؟ اه حامل وهتخلف. ما تنسانيش. حاضر يا صاحبي. هزعل منك. حاضر يا صاحبي. تعتم؟ احلى. اه طبعا. هتسمي هتيجي؟ على اسم؟ لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا شير شيرات يلا. اه شكرا للناس اللي فزت وتكون فرحانه.